سيادة اللواء، بداية جهودكم مشكورة على الدور الرقابي، الفرق على الأسعار وارتفاع الأسعار، بس أكو فرق رقابية تكون على الأسواق اللي موجودة بالمناطق، لأن هسا إحنا أبو الجملة ممكن أنتم سيطرتوا عليه، بس الأسواق العادية اللي تكون بالمناطق هذه صارت نار، كل ما تحكيها قال لك الدولار ما نزل، شنو الإجراء؟ شلون نتعامل وياهم؟ تفضل. يعني هو الحقيقة أصل المشكلة مو بالأسواق الصغيرة المنتشرة. نعم. والسبب أنه اليوم إذا أهل الأسواق يأخذون بسعر معين ويبيعوه، ممكن المواطن يفضل السوق على سوق، من يشوفه كتباين بالأسعار يروح يشتري من هذا السوق ما يشتري من هذا اللي بصفه. نعم. المشكلة الأساسية في تجار الجملة، بعض الأحيان البعض للأسف يلجأ إلى قضايا مضاربات، قضايا احتكار بقصد صحيح التربح، ويعني يغلي من سعر المادة بدون سبب وجيه وبدون سبب حقيقي. في بعض الأحيان يختلق الأزمة، في بعض الأحيان تستثمر الأزمة، في بعض الأحيان يكون هنالك بعض التصرفات المنافية أصلا للقانون. لذلك باعتبار اليوم الشرطة هي الجهة المسؤولة عن إنفاذ القوانين، لذلك هنالك مديرية متخصصة بهذا النوع من الانتهاكات، هي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الجرائم الاقتصادية، يكون ضمن واجبها مراقبة حركة السوق وأي سلعة يكون فيها ارتفاع، تدرس هذا الارتفاع، وإذا ما توصلت أن سبب الارتفاع هو احتكار البعض لهذه السلع من خلال معلومات، من خلال مصادر سرية، من خلال تعاون المواطنين من أصحاب من التجار.